السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناة تعلم اللغة الإسبانية. اليوم إن شاء الله سوف نرى los artículos determinados e indeterminados، أي أدوات التعريف والتنكير. جيد، أدوات التعريف والتنكير في اللغة الإسبانية هي كلمات ترافق الأسماء، ودائما تأتي قبل الاسم لتحدد لنا هل هذا الاسم هو معلوم أو غير معلوم. Los artículos definidos e indefinidos son palabras que acompañan al sustantivo y siempre van delante de él y sirven para referirse a algo ya desconocido o desconocido. جيد، الآن سوف نبدأ ب los artículos determinados. Los artículos determinados. Los artículos determinados, يعني أدوات التعريف. Estos artículos, entonces, se refieren a algo conocido. يعني هذه الأدوات تشير إلى شيء معلوم. Se refieren a algo conocido. Se refieren, يعني يشيرون إلى شيء معلوم. لهذه الأدوات los artículos determinados. جيد، نبدأ بأول أداة تعريف. أول أداة تعريف وهي ال. ال، جيد. Este artículo precede a un nombre masculino, singular. جيد، este artículo precede a un nombre، يعني يأتي قبل الاسم. Precede a un nombre، هذا الاسم يجب أن يكون masculino، يعني مذكر. Masculino، singular، مفرد. اسم مذكر مفرد. نعطي مثال، مثلا نقول النينيو está jugando con sus amigos. El niño está jugando con sus amigos. El niño está jugando con sus amigos. يعني الطفل يلعب con مع sus amigos. يعني أصدقائه. الطفل يلعب مع أصدقائه. نلاحظ هنا كلمة niño هي عبارة عن اسم nombre. كذلك masculino يعني مذكر. ومفرد اي سينجولار. وبما انه كونوسيدو يعني نحن نعلم، سواء المتكلم او المتلقي كلاهما يعلمان يعني عن اي طفل يتحدث، فلهذا يعني نضع أداة التعريف ال يعني قبل الاسم. النينيو está jugando con sus amigos. جيد، الآن نمر إلى أداة تعريف أخرى وهي los. Bien, este artículo también precede a un nombre
Préférez à un nombre masculin ou un plural? جاي استارتيكولو لوس يعني هذه الأداة بريسيدي أو النومبري يعني تأتي قبل الاسم بريسيدي أو النومبري. هذا الاسم يجب أن يكون ماسكولينو يعني مذكر بلورال جمع يعني جمع مذكر اسم الذي هو جمع مذكر نضع أمامه يعني أو قبله هذه الأداة لوس. نعطي مثال نقول مثلا Los niños دائما نبقى مع هذه الكلمة لكي نفهم أكثر. Los niños han aprobado el examen. جيد. Los niños han aprobado el examen. جيد. هنا يعني الأطفال los niños han aprobado نجحوا في الامتحان. الأطفال نجحوا في الامتحان. Los niños han aprobado el examen. جيد. هنا كلمة niños نلاحظ أنها عبارة عن اسم كذلك nombre masculino مذكر و plural جمع. نينيوس هي عبارة عن جمع. وبما أنه كونوسيدو نحن نعرف عن ماذا عن أي أطفال نتكلم يعني نضع هذه الأداة أداة التعريف لوس لوس نينيوس الأطفال 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 نجحوا في الامتحان. جيد. الآن نمر إلى أداة تعريف أخرى وهي لا. جيد. Este artículo también precede a un nombre. هنا femenino. Femenino singular. جيد. Este artículo la precede a un nombre يعني يأتي قبل الاسم والذي هو femenino يعني مؤنث singular مفرد مؤنث مفرد. جيد. وبما أنه يعني conocido يعني معروف نضع قبله هذه الأداة لا. نعطي مثال مثلا ونقول la niña La niña está con su amiga. La niña está con su amiga. يعني الطفلة la niña está توجد con مع su amiga صديقتها. الطفلة توجد مع صديقتها. الطفلة توجد مع صديقتها. جيد. الآن الطفلة هنا كلمة نينيا هي عبارة عن نومبري عبارة عن اسم فيمينينو يعني مؤنث نينيا فيمينينو سينجولار مؤنث مفرد. وبما أنه يعني كونوسيدو نحن نعرف جيدا عن أي طفلة نتكلم نضع يعني قبلها هذه الأداة لانينيا. نعطي مثال مثلا الزوج يسأل زوجته ويقول لها دوندي ستا لانينيا يعني أين توجد الطفلة. الزوجة تجيب وتقول لانينيا استا كون سو أميغا يعني الطفلة توجد مع صديقتها. هنا كلا الزوجين يعرف جيدا عن أي طفلة يتكلمان يعني معلومة. الآن نمر إلى أداة تعريف أخرى وهي Las.
Este artículo también precede a un nombre femenino, كذلك مؤنث femenino. هنا في هذه الحالة plural. جيد، este artículo هذه الأداة أداة التعريف précède à un nombre يعني تأتي قبل الاسم. جميع هذه الأدوات تأتي قبل الاسم précède à un nombre. هذا الاسم يجب أن يكون femenino يعني مؤنث plural جمع، جمع مؤنث، اسم الذي هو جمع مؤنث. نعطي مثال لنفهم أكثر. نقول مثلا las niñas han salido de la casa. Las niñas han salido de la casa. جيد. هنا يعني las niñas الطفلات han salido خرجنا han salido خرجنا de la casa من المنزل. جيد. هنا كلمة نينياس هي عبارة عن اسم nombre كذلك femenino مؤنث و plural جمع يعني هو اسم يعني جمع مؤنث نينياس. بما أنه معلوم conocido algo conocido نضع هذه الأداة las las نينياس الطفلات خرجنا من المنزل أو من البيت. جيد، الآن نمر إلى los artículos indeterminados. Los artículos indeterminados. Los artículos indeterminados, يعني أدوات التنكير. جيد. Estos artículos se refieren a algo desconocido. يعني هذه الأدوات تشير إلى أشياء غير معلومة، غير معروفة. Se refieren a algo desconocido. جيد، هذه الأدوات تشير إلى شيء غير معلوم desconocido. جيد، إذا نبدأ بأول أداة نكرة، أول أداة نكرة وهي أون. جيد، este artículo precede precede a un nombre masculino singular. Este artículo precede a un nombre masculino singular. يعني هذه الأداة أداة النكرة un تأتي قبل اسم والذي هو ماسكولينو مذكر سينجولار مفرد ويجب أن يكون ديسكونوثيدو. ديسكونوثيدو يعني نكرة. نعطي مثال لنفهم أكثر. مثلا نقول un niño ha pasado por aquí. Un niño ha pasado por aquí. يعني طفل طفل ha pasado مرة por aquí. من هنا por aquí. Un niño ha pasado por aquí. طفل مرة من هنا.
نلاحظ هنا كلمة مينيو هي عبارة عن اسم كذلك ماسكولينو يعني مذكر سينجولار مفرد، وهو ديسكونوسيدو غير معلوم مجهول لا نعرفه، لهذا نضع هاته الأداة أداة نكرة أون نينيو يعني طفل مر من هنا نحن لا نعرفه أون نينيو طفل، والتنوين في اللغة العربية تدل على النكرة طفل يعني التنوين تدل على النكرة اسم نكرة أون نينيو. جيد، الآن نمر إلى أداة نكرة أخرى وهي أونوس. جيد، este artículo desconocido precede a un nombre masculino. هنا plural. جيد. Este artículo onus يعني هذه الأداة أداة نكرة precede a un nombre تأتي قبل الاسم. هذا الاسم يجب أن يكون masculino يعني مذكر plural جمع. اسم جمع مذكر. جيد. نضع هذه الأداة قبل الاسم. نعطي مثال. نقول مثلا onus Niños están jugando en la calle, en la calle. جيد. Unos niños están jugando en la calle. Unos niños, أطفال، أطفال، están jugando، يلعبون، están jugando، en la calle، في الشارع، في الشارع. يعني أطفال يلعبون في الشارع، أطفال. كذلك هنا في اللغة العربية التنوين يعني تشير إلى النكرة، أطفال يلعبون في الشارع، نحن لا نعرفهم، أطفال يلعبون في الشارع. لهذا إذا ها نينيوس هي عبارة كذلك عن نومبري اسم ماسكولينو مذكر وجمع بلورال، وبما أنه ديسكونوسيدو يعني غير معلوم نضع هاته الأداة قبل الاسم أونوس. جيد، نمر إلى أداة نكرة أخرى وهي أونا. بيان استي ارتيكولو تامبيان بريسيدي precede a un nombre. هنا femenino femenino singular. جيد. Este artículo يعني هذه الأداة precede a un nombre يعني تأتي قبل الاسم. هذا الاسم يجب أن يكون فيمينينو مؤنث ومفرد سينجولار فيمينينو سينجولار. مثلا نقول una niña una niña perdida perdida en la ciudad. Una niña perdida en la ciudad يعني طفلة طفلة تائها perdida تائها ومفقودة en la ciudad يعني في المدينة. جيد، هنا niña هي عبارة عن nombre عبارة عن اسم feminino مؤنث ومفرد singular، وبما أنه desconocido لا نعرفها نضع هذه الأداة أداة النكرة una niña يعني طفلة طفلة يعني هنا التنوين يشير إلى النكرة بيرديدا طفلة تائهة في المدينة. جيد، الآن نمر إلى آخر أداة نكرة وهي أوناس.
هي أوناس. جيد. Este artículo también precede a un nombre femenino, plural. جيد. هذا يعني هاته الأداة precede a un nombre تأتي قبل الاسم، يعني جميع هذه الأدوات يعني تأتي قبل الاسم. بريفيريا أون نومبري، هذا الاسم يجب أن يكون فيمينينو، يعني مؤنث بلورال، جمع، مؤنث. جيد. نعطي مثال، نقول مثلا أوناس، أوناس نينياس، أوناس نينياس إستان están corriendo, muy, rápido. Unas niñas están corriendo muy rápido. يعني طفلات يجرين están corriendo muy rápido. يعني بسرعة كبيرة. Unas niñas طفلات. هنا نلاحظ niñas هي عبارة عن اسم nombre فيمينينو يعني مؤنث وبلورال يعني جمع، مؤنث. وبما أنه ديسكونوسيدو نحن لا نعرف يعني هاته الطفلات، يعني نضع هاته الأدوات، يعني هاته الأداة عفوا، وهي أداة نكرة. أوناس، نينياس طفلات، يجرين يستنكوريندو موي رابيدو، يعني بسرعة كبيرة. طفلات يجرين بسرعة كبيرة. جيد. إذا كان هذا درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم، وإلى درس قادم إن شاء الله.